يعني ما بقيناش يمكن نتكلم تاني، ولكن بيفضل كده في قلبنا ليهم مكانة معينة، ليهم ذكرى حلوة في حياتنا. لو هندي مثال كده حتى على المستوى العملي، الواحد لما بيروح مكان عمل جديد أو شغل جديد، أول أشخاص بيقابلوه في المكان ده بيكون دايما ليهم تأثير حلو عليه، تحديدا لو كانوا الأشخاص دولت أشخاص إيجابيين بيمدوه بطاقة إيجابية، بيدوله ثقة في نفسه، بيقدروا يركزوا على قدراته المهنية، يعرفوا إيه هي الجوانب الإيجابية اللي في شخصيته، يقدروا إن هم يستغلوها الاستغلال الامثل. دايما الناس دي بيكون لهم تاثير عميق قوي في حياتنا، بيفضل معانا وفي ذكرياتنا طول العمر، مش كده ولا ايه يا عبير؟ صح يا ما، الشغل مش الشغل بس اللي بيكون فيه ذكريات حلوه والعشره بس، احنا بنعيش في شغلنا اكتر ما بنعيش في بيوتنا، برغم ان ممكن نكون شغلنا مره في الاسبوع، يومين في الاسبوع، ثلاثه، لكن الناس اللي بنحتك بيهم هنا نفس احتكاكنا باهلنا ونفس احتكاكنا بالعيله عندنا، لكن بيكونوا معلمين جوانا قوي وسايبين أثر حلو قوي. الحقيقة العشرة دي مش بالسهل كده تروح علشان واحد اتنقل مكان أو علشان حد ساب المكان، بالعكس ده بيفضل جوانا وبنفضل نتمنى له الخير والسعادة، وقد إيه بيفرق معانا جدا وبنحس إن لو هو مش موجود وغايب لأي سبب إن ده مأثر فينا بشكل مش حلو. ويمكن دي الحاجة اللي فعلا بيبقى ليها قيمة للإنسان، إن هو يبقى سايب أثر جميل في المكان اللي سابه أو المكان اللي ما بقاش فيه، بيبقى دايما ليه ذكرى حلوة، الناس بتفتكره بالذكرى الطيبة وبالذكرى الحلوة، بقد إيه هو إدى المكان دوت أو عمل شيء جميل فيه، كان ليه بصمة فيه. عايزة أقدم تحية شكر لكل شخص فعلا بيكون ليه تأثير مؤثر في حياة نفسه وفي حياة الآخرين المحيطين بيه، شخص بيكون شخص إيجابي بيدي الآخرين طاقة إيجابية وليس طاقة سلبية. حقيقي الاشخاص دي لو في حياتنا في منهم حتى لو واحد، قد ايه مهم ان احنا نحافظ عليهم في حياتنا، لان وجودهم اكيد مؤثر ووجودهم اكيد ليه شكل مختلف كبير جدا في حياتنا، سواء حياتنا الشخصيه سواء حياتنا المهنيه. فاعتقد ان احنا يجب ان احنا نحافظ على الاشخاص الايجابيين في حياتنا، ندور حتى عليهم نشوف مين هم فعلا الناس المؤثره اللي يجب ان احنا نحافظ عليهم بالتاكيد. كمان يا ما في ناس ما بنعرفش قيمتها الا لما بتسيب حياتنا، للاسف كل الناس اللي حوالينا ممكن يسيبوا اثر ايجابي، لكن هم عشان متواجدين طول الوقت ما بنبقاش حاسين بوجودهم او حاسين ان ده شيء عادي، لغايه ما بتيجي اللحظه اللي بتفرقنا الايام لاي سبب، هم بيمشوا واحنا بنمشي، فبنبدأ نحس قد ايه هم كانوا فارقين قوي في حياتنا وقد ايه كان لهم تأثير حلو قوي في حياتنا. يا ريت كلنا نسعى ان احنا نسيب الأثر الجميل ده، نسعى ان احنا نسيب أثر طيب، ما نأذيش حد، ما نأذيش لا بالكلمة ولا بالنظرة، نفضل إيجابيين وندعم كل اللي حوالينا علشان يوم ما نمشي كلهم يحسوا ان احنا فارقين معاهم، زي ما في ناس كتير في حياتنا لما مشت حاسين ان هم فارقين معانا. ويا ريت ما حدش يزعل لو حتى ساب مكان، يعني سواء مثلا انفصل عن عمله، انفصل مثلا عن حياة أسرية معينة، ساب أصدقاء معينين، يا ريت ما يزعلش على ده، لأنه أكيد لو هو إنسان فعلا إنسان طيب من قلبه، إنسان كان صادق في علاقاته مع الآخرين، إنسان عنده سلام نفسي وعنده إخلاص كده في التعامل مع الناس اللي حواليه، هيكون ليه سيرة حلوة وسيرة طيبة ودي اللي بتدوم، وبالتالي دي حاجة ما تزعلش أي حد، لأنه اللي بيبقى ماشي من مكان وعارف انه سايب سيره طيبه بيبقى مطمن ان هو الناس هتفضل دايما تجيب سيرته وتفتكره بالخير. بتمنى كل الخير لكل الناس الحلوه والجميله اللي عايشه في حياتنا واللي بتمدنا بطاقه ايجابيه واللي بتساعدنا واللي في يوم من الايام وقفت جنبنا وحستنا قد ايه احنا لينا وجود وكيان مهم في الحياه. بنشكرهم شكر كبير، وريت نقدر نحافظ عليهم بقدر المستطاع. نصبح على حضراتكم مره تانية ونطلع معاكم سريعا نسمع اغنيتنا ونرجع لكم مره تانية.